مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج أوراق اقتصادية، نقلب في هذه الأوراق نتعرف على مستجدات ساحة الاقتصاد المحلية وأهم الأخبار الاقتصادية والمالية محليا وأيضا ربما الإقليمية والعالمية. بكل تأكيد هناك أسبوعيا مستجدات هامة جدا، ومعنا في هذه الحلقة موضوعات تحتاج إلى المزيد من التفصيل والتفسير. ونبدأ أخبار موضوع حلقة اليوم بخبر من صندوق النقد الدولي، ويؤكد فيه نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري التي فاقت توقعات الصندوق، ويؤكد أيضا على ضرورة استكمال تنفيذ هذه الإصلاحات لاستعادة ثقة المستثمرين. وهذا الأمر بكل تأكيد معني بكل ما يستجد من إصلاحات، سواء القرارات التي اتخذت في هذا الشأن أو ما ربما ما يستجد من قرارات. نتعرف المزيد مع التفاصيل. معنا أيضا خبر حول البنك المركزي، والذي قام بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، ويشير في هذا التثبيت أو أرجعه إلى تراجع طفيف في معدلات التضخم، وهذا الأمر بالتأكيد هي سياسة مالية تتخذها الدولة من أجل تحقيق معالجة فاعلة على أرض الواقع لمعدلات التضخم التي ارتفعت في الفترة الأخيرة. ملف هذه الحلقة هو موضوع من الموضوعات الهامة والتي تليها الدولة اهتمام خاص، وهو موضوع جهود الدولة في استرداد الأراضي بين مشروعات التنمية الكبرى وبين تشجيع الاستثمار الجاد ومواجهة كافة التلاعبات والتحايل على القانون من أجل استرداد هذه الأراضي، وأيضا السير قدما في تفعيل برامج التنمية وتوظيف ما يسترد من هذه الأراضي في عملية التنمية. مشاهدينا، قبل بداية في توضيح الأخبار التي جاءت، نبدأ مع الأخبار. هي التقييمات الإيجابية التي تأتي من المؤسسات الدولية، وهذه المؤسسات تقيم أداء الاقتصاد المصري وتقيم أيضا الإصلاحات، بل وتطالب بالمزيد من الإصلاحات، باعتبار أن التوقعات التي وضعت لهذه الإصلاحات جاءت أقل بكثير من النتائج التي حققتها. فعلى سبيل المثال، أكد سوبير لالا اللي هو رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر أن نتائج تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي فاقت توقعات الصندوق. وأشار سوبير لالا في التقرير الذي أوضحه إلى أن الاقتصاد المصري استطاع أن هو يحقق نجاح في معدل نمو في عام 2016-2017 بنسبة 4.2% بزيادة بحوالي 7% عن توقعات الصندوق. وهذا الأمر جاء مدفوع بنمو قطاعات التصنيع، البناء، تجارة التجزئة والنقل والمواصلات. أكد أيضا رئيس بعثة صندوق النقد في الوقت نفسه على ضرورة استكمال تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين وخفض التضخم بحلول نهاية هذا البرنامج. على صعيد آخر، هناك كانت إلى جانب بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية كانت هناك إصلاحات مالية، وهذه الإصلاحات المالية أشار إليها صندوق النقد الدولي أنها تمثلت في سياسة رفع أسعار الفائدة والتي اتبعها البنك المركزي المصري. جاءت هذه السياسة مناسبة كما يراها صندوق النقد الدولي للسيطرة على معدلات التضخم. صندوق النقد أكد في رده على بعض الأسئلة اللي جاءت على حسابه الرسمي على تويتر، أكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي بتنفذه الحكومة المصرية منذ نوفمبر 2016 في العام الماضي بيهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وهذا يراه أنه أمر سيدعم إصلاحات هيكلية من شأنها خلق فرص عمل جديدة. وبالتالي هذه القرارات التي يتخذها البنك المركزي المصري من مسألة تثبيت سعر الفائدة أو التراجع أو الرفع، هذه وفق دراسات استراتيجية محددة ومحسوبة النتائج. ويؤكد هذا الأمر التقارير الدولية التي صدرت عن صندوق النقد الدولي، وهو مؤسسة كبيرة، مؤسسة مالية بكل تأكيد لابد أن توضع في الحسبان هذه التقارير. أيضا هناك إصلاح مالي آخر
كان من قبل البنك المركزي المصري، وبيأتي في تثبيت البنك المركزي المصري لسياسات ومستويات أسعار الفائدة، وتحديدا هو ثبت أسعار الفائدة المرتفعة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 18.75% و19.75% على التوالي مع تثبيت أسعار الائتمان. والخصم كان أيضا عند مستوى 19.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%. البنك المركزي أرجع قرار التثبيت للمرة الثانية على التوالي في أسعار الفائدة إلى انخفاض معدل التضخم الشهري منذ الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية اللي كان في 17 أغسطس الماضي من 23% في يوليو إلى من 33% في يوليو إلى 31.19%، في حين انخفض المعدل الشهري للتضخم العام بنسبة من 3.2 انخفض إلى 1.1، وهذا يؤكد أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي كانت قرارات محسوبة النتائج كما هو اتضح على أرض الواقع. على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء في الأسبوع المنصرم على طرح السندات الدولية الدولارية وهي في حدود 7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، والعام المالي بكل تأكيد هو 2017-2018، وبالتأكيد بعد هذه الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات المالية وتقرير صندوق النقد الدولي والإشادة بهذه الإصلاحات، وأن هذه الإصلاحات جاءت تفوق توقعات البنك نفسه زي ما طرحنا وأوضحنا بنسبة 7%، فبالتالي هناك أيضا مؤشرات دولية هامة، وعلى رأس هذه المؤشرات كان عندنا تقرير مهم جدا عن مستوى نتائج الأداء، وشهدت نتائج الأداء تحديدا نتائج الأداء فيما يتعلق بعملية الاستيراد والتصدير، شهدت نتائج الأداء المصرية للمنتجات غير البترولية تحديدا قفزة كبيرة خلال شهر أغسطس الماضي، وسجلت 1.912 مليار دولار إذا ما قرنت ب1.907 مليار دولار من نفس الشهر في العام الماضي، والزيادة هنا وصلت نسبتها إلى 12%. كان في المقابل بالتأكيد في حال ارتفاع معدل الصادرات تنخفض معدل الواردات، وهذا ما حدث، من 6.77 مليار دولار إلى 3.41 مليار دولار بنسبة انخفاض وصلت إلى 50% تقريبا، ليشهد إجمالي العجز في الميزان التجاري بين مصر وشركائها التجاريين تراجع كبير. وبكل تأكيد إذا ما تم تتبع ورصد هذه النتائج وفق الفترات الزمنية والدراسات التي كانت موضوعة لهذه النتائج، سنجد أن التقدم هو ملحوظ على مستوى الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات المالية. تقرير آخر كشف عن مستوى التنافسية العالمي لـ 2017-2018، وبالتأكيد فين مكانت مصر أو أين موقع مصر تحديدا من مستوى التنافسية العالمي، وهذا التقرير صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي اللي صدر في ديفوس، يرى ان تقدمت مصر في الترتيب في المؤشر العام في المركز من 115 وصلت الى المركز رقم 100، وده بيعبر عن تحسن في العديد من المؤشرات والاقتصاد والخدمات. الحقيقة الخبراء ارجعوا تحسن الترتيب لمصر في المؤشر العالمي الى ان القاهرة استطاعت انها تتقدم في مؤشر تنمية سوق المال، وتقدمت مصر 44 مركز هذا العام، أي من 111 وصلت إلى المركز 77 وحصلت على 3.9 نقطة، وده بيعتبر نوع من التقدم. كل هذه الإحصاءات، كل هذه التقارير بتؤكد على أن مسيرة الإصلاحات اللي بتتواكب في مع المشروعات التنموية العملاقة هي تسير بالتوازي كما أوضحنا وفق استراتيجية موضوعة مسبقا تم دراستها جيدا. وبكل تأكيد إذا كانت هذه هي النتائج التي صدرت عن تقارير مؤسسات دولية ومؤسسات مال عالمية، إذا من ثم هذه النتائج ستنعكس بكل تأكيد على الشعب المصري. هناك أيضا خبر معنا وهو خبر عالمي، شهد القطاع الصناعي مولد عملاق جديد بعد ما أعلنت مجموعة ألستوم الفرنسية
اللي بتقوم بصناعة القطارات اللي هي سريعة تي جي في اللي هي فائقة السرعة، اندمجت مع العملاق الصناعي الألماني الرائد سيمنز في صفقة الحقيقة ويراها الخبراء انها صفقة صعبة سياسيا الى حد ما. وتخلت الدولة الفرنسية عن حصتها في الشركة الجديدة التي تملك الآن طلبات بقيمة 61.2 مليار يورو، وبتصل أرباحها في مجموع هذه الأرباح أو مجملها إلى 15.3 مليار يورو. بكل تأكيد نحن في عصر التوازنات الاقتصادية والمصالح وخلق العديد والعديد من التحالفات والاندماجات، ومن ثم كل هذه الأمور تنعكس على الخريطة الاقتصادية، سواء الخريطة الاقتصادية العالمية أو الخريطة الاقتصادية الإقليمية أو المحلية. فاصل قصير ونعود إليكم، تابعونا. مشاهدينا الآن مع ملف البرنامج، وهو في الحقيقة يدور حول استرداد الدولة للأراضي التي تم وضع اليد عليها، والدولة بتولي اهتمام كبير جدا واهتمام خاص باسترجاع هذه الأراضي. والرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من موقف ومحفل وجلسة أكد صراحة أنه لن يسمح بأي بلطجة على أراضي الدولة، وكلف القوات المسلحة والمحافظين كل في محافظته بالعمل على استرداد أراضي الدولة. لكن هناك مشكلة هامة جدا، هو أنه حدث عملية تلاعب وحدثت معوقات إدارية ومعوقات قانونية. عملية التلاعب جاءت من بعض مدعي الاستثمار بمحاولة تقنين أوضاعهم في غير وجه حق، بالتحايل على ثغرات القانون أو بالتحايل على بعض الأمور الإدارية كما أوضحنا. ومن بين المتحايلين كان الأجانب الذين استطاعوا تحويل هذه الأراضي إلى مليارات وقاموا بتحويلها إلى بلادهم. هذه القضية وهذا الملف كما ذكرت الدولة بتوليه اهتمام خاص، وأنه لا تراجع في هذا الأمر حتى تسترد أراضي الدولة. معنا التقرير التالي نلقي به الضوء على بعض جوانب في هذه القضية، تابعونا ثم نبدأ مناقشة ملف هذه الحلقة مع ضيوفي في البرنامج، تابعونا. على أملاك وأراضي الدولة تتجدد قضية استرداد أراضي الدولة على جدول أعمال جميع الاجتماعات التي يعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوزراء وكبار مسؤولي الدولة في إطار الحرص على استعادة حقوق المواطنين في أراضيهم ودعم المشروعات التنموية، في الوقت نفسه الذي يتم فيه تشجيع المستثمرين الجادين في مشروعاتهم التنموية. عمليات استرداد أراضي الدولة ورغم أنها تمكنت من استعادة آلاف الأمطار والأفدنة في عدد من محافظات الدولة، إلا أنها أيضا أصبحت تواجه العديد من الصعوبات وتثير التساؤلات حول التوظيف التنموي للأراضي التي يتم استردادها. ويرى الخبراء أن استرداد أراضي الدولة يواجه صعوبات خاصة بالصلاحيات التنفيذية للجنة استرداد الأراضي برئاسة مستشار رئيس الجمهورية المهندس إبراهيم محلب، بالإضافة إلى التلاعب الوثائق التي يقوم بها بعض من استولى على آلاف الأفدنة من أراضي الدولة، وهو الأمر الذي جعل من هذه القضية من أهم قضايا الأمن القومي المصرية. كما يعقد المشكلة خضوع قضايا أراضي الدولة إلى ولاية العديد من الجهات الإدارية الحكومية، ما يخلق التداخل وتباين المعلومات، وهو ما يتضح في عدم وجود إحصاء دقيق حتى الآن لإجمالي أراضي الدولة التي يتم الاستيلاء عليها والمساحة الفعلية التي تمت تنميتها وفق قواعد النشاط المتفق عليها وتلك التي تم تحويل النشاط المخصص له. تقديم المشروعات التنموية والتي سوف تخصص لها الأراضي المستردة وتحديد الهيئات المشرفة عليها هي أحد أهم المقترحات التي يقدمها الخبراء كاستراتيجية أساسية لتسريع عمليات استرداد أراضي الدولة، وفي الوقت نفسه تمثل نقطة البدء لتحديد معايير تقنين الأراضي التي قام المستثمرون فعليا بتنميتها. وبين التعقيدات الإدارية وتلاعب حيتان الاستيلاء على أراضي الدولة، تبقى الحقيقة الأساسية أن قضية أراضي الدولة أصبحت قضية أمن قومي متعددة الأبعاد، في ظل حتمية التنمية الإنتاجية وضرورة إطلاق المزيد من المشروعات القومية الكبرى التي أصبحت في حاجة إلى المزيد من الأراضي.
مشاهدينا تابعنا التقرير. بكل تأكيد قضية استرداد أراضي الدولة هي قضية أمن قومي، ونتعرف على كافة الأبعاد وكافة الجنبات التي استعرضها التقرير من مفاهيم ومن تعريف ومن قوانين وكثير من المواقف والمعوقات التي حالت دون استرداد بعض هذه الأراضي. معي في حلقة اليوم ويشرفني الدكتور علي إسماعيل رئيس هيئة التعمير الأسبق. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك. ومع ايضا المهندس سمير عمر عضو لجنه التحكيم بلجان الطعون بوزاره الماليه. اهلا بحضرتك يا باشمهندس. يعني الحقيقه قضيه استرداد اراضي الدوله هي متعدده الجوانب، وهناك حاله من التداخل هبدا مع الدكتور علي بين في المفاهيم ما بين الخصخصه وعمليات التقنين وايضا عمليات التنميه. اعرف من حضرتك ايه المقصود بالتحديد في عمليه استرداد اراضي الدوله؟ هو طبعا زي ما سيادتك قلت التقرير واضح جدا ان الدوله الاراضي الدوله او الاملاك الخاصه للدوله بتنحصر في ثلاث قطاعات: قطاع التنميه الزراعيه، وقطاع التنميه العمرانيه، وقطاع التنميه السياحيه. تمام. هنا بعض الافراد قاموا بوضع اليد على هذه الاراضي وحصل استغلال لهذه الاراضي في مرحله من مراحل غياب القانون، والدوله وجود قوانين موجوده كانت في هذه الوقت تعتبر قوانين موجودة عقيمة ما سمحتش بالتعامل المباشر على هذه الأراضي، وغلت يد السلطة المختصة في ذلك التوقيت أن هي تتعامل بقوة مع هذه الأمور. كانت هناك قوانين صادرة اللي هو القانون 143، ثم القانون سنة 81، ثم القانون 7 لسنة 97. كل دول كانوا محددين آلية التصرف في أراضي الدولة وبالنسبة للجهات المختصة. ففي مرحله بقى معينه بدا يحصل طبعا قيمه الارض بدات تزيد، بدات التنميه على الطرق الصحراويه تزيد، هنا بدات الناس تحط ايديها على هذه الاراضي وتستغلها سواء استغلال مشروع او استغلال غير مشروع، وبعض الاراضي وحتى اللي بالقانون خدتها على اساس ان هي تعملها تنميه زراعيه وتنمي الاقتصاد القومي من خلال الزراعه بدات تغير نشاطها الى نشاط عمراني وتكسب من وراها مليارات الجنيهات. هنا كان يبقى لازم الدوله، وجدت الدولة مرحلة في مرحلة ان حجم هذه التعديات فاق كل التوقعات، يعني بمعدلات اعلى من يمكن بنسبة كبيرة تصل الى 30% و35% من كتلة المساحة الزراعية اصلا الاساسية اللي موجودة. الاراضي دي قيمتها تعدي المليارات وده جزء من الاقتصاد سواء كان، وبعدين بدأت النهاردة تجارة مافيا الاراضي. صحيح. ناس تاخد اراضي وتبتدي تاخدها ببلاش وتحط ايديها وتسطو عليها وتبتدي توزعها وتبيعها بعيدا عن الدوله، بعيدا عن الدوله وعن قوانين الدوله، وتنتقل الملكيه من فرد الى افراد ثم افراد الافراد، وبالتالي يهدر الدم بين القبائل، والمستثمر اللي هو وزع وقطع وباع خد الفلوس وهرب. فده طبعا هنا السيد الرئيس تدخل في المرحله الاخرانيه في السنه الاخرانيه وكان قراراته حاسمه ان لابد ان يتم استرداد هذه الاراضي، وده حق الشعب وليس حق افراد، يعني ده حق افراد واجيال قادمه لابد من الحصول على هذه المستحقات، والناس الجاده واللي بتزرع من اجل الزراعه فده نشوف حلهم ونحل لهم مشاكلهم، الناس اللي غيرت النشاط نتعامل معاهم قواقع اذا كان هذا الكلام يسمح ان احنا نعدل نشاطهم في اطار القانون وناخد حق الدوله ونسترد هذا الحق يبقى ناخد هذا الاجراء، الناس بقى اللي بتقسم وبتبيع وتحط ايديها لا طبعا الكلام ده ما ينفعش. ومن هنا صدر القرار الجمهوري رقم 75 لسنه 2016 بتشكيل لجنه استرداد اراضي الدوله برئاسه المهندس ابراهيم محلب مساعد السيد رئيس الجمهوريه، وكان لها تشكيل خاص بهذا الاسترداد. ثم صدر ثاني قانون اللي هو 278 لسنة 2016، وحدد بقى فيها ان هذه القرارات قرارات لجنة استرداد اراضي الدولة اصبحت قرارات ملزمة لكل الجهات على اساس ان ما يتم التعامل مع هذه اللجنة، ما ان الجهات الادارية ممكن كانت تاخد بدأت يحصل فيه تنافر ما بين القرارات اللي بالظبط انا اللجنة انت بتقدم في لجنة استرداد اراضي الدولة بتاخد اجراءات وتيجي الجهة الادارية تقول لك لا انا عندي دي ارض دي ولاية، فطبعا هذا الكلام بالقرار الجمهوري الثاني ده حصل ان اصبحت هذه اللجنه لها قرارات فاعله ونافذه. جاء بقى المرحله الثالثه بقى اللي هي مرحله تدخل السيد الرئيس ان لابد ان يتم الاسترداد فورا، وتم توجيه القوات المسلحه وللشرطه والجميع اجهزه والساده المحافظين ان كله يبحث يحط
حصر كامل، يعمل حصر كامل لجميع الأراضي الموضوعة على اليد أو الغير المستغلة من أراضي الدولة حتى يتم التصرف بها، حتى تنعكس على التنمية الزراعية. هناك بعض الشركات كانت جادة ودخلت في موضوع التقنين بشكل مباشر، والناس بشكل مباشر على أساس أن هي تقنن وضعها وتبتدي تستكمل عملية التنمية، وهناك من يتلاعب. وأعتقد اللجنة المهندس إبراهيم محلب حولت برضه جزء منهم إلى السيد مستشار التحقيق. ده انا هتكلم فيه مع الباشمهندس سمير. يعني احنا امام ثلاثه اوضاع، وضع اللي هو تقنين استرداد اراضي الدوله وما يستتبعه من استعاده لهيبه الدوله، هناك ايضا عمليه التقنين وهي بتعد بمثابه مساله اعتراف وتحايل المدعي الاستثمار على هذه شروط التقنين تحديدا للدخول تحت مظله التقنين، الى جانب ايضا زي ما اوضح الدكتور علي ان هناك بالفعل بعض المستثمرين قاموا بعمليه تنميه وتوظيف لهذه الاراضي. كيف يا باشمهندس يمكن التعامل مع هذه الاوضاع الثلاثه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لفظ استرداد الارض معناه ان فيه بعض اشخاص استولوا على أرض بأسلوب غير شرعي. تمام. إذن كلمة استرداد هو استرداد حق الشعب أو حق الدولة. صحيح. تاني حاجة كلمة الخصخصة اللي هي استغلها بعض المستثمرين وأصبحوا زي ما سيادتك بتقول بقت تهدد الأمن القومي. فكلمة الخصخصة بمفهومها العام إن هي حصر المتبقي من الشركات الزراعية من أراضي زراعية ومباني ومعدات ومصانع وقفل القوس، بس تقيم بسعر سنة البيع وتطرح للبيع على هذا المنوال. تمام. طبقا للقوانين المصرية. اذا معناها كلمة تقنين المفروض ما تبقاش مفتوحة، لان التحايل في كلمة التقنين دي سهل جدا. بالظبط. بيجيب بيضرب يعمل بير ويجيب شجر له عمر كبير ويحط في الارض ويجيب شهود ان هو زرعها بقى له 100 سنة. إذا تستيف الورق الوضع اليد بقت لعبة معروفة. صحيح. إذا دي بقت سهلة جدا إن المدعين اللي ادعوا وضع اليد ديت. إذا كلمة وضع اليد المفروض إحنا بنلغيها ونخليها اللي عايز أرض وجد فيه إن هو يستصلح الأرض أو يستخدمها لنشاط معين يقدم طلب قبل ما يحط إيده عليها. للمحافظة على هيبة الدولة. صحيح. ما يقولش أنا وضع يدي ويفرض قوته أو يفرض البلطجة تشتغل، سواء بلطجة قوة سلاح أو قوة مال. دي اسمها بلطجة ودي بلطجة. في حط مصنع وفي حط بيت وفي حط مكن. دي اسمها بلطجة. لا، قبل أنت جد في مشروع معين قدم طلب لهيئة التعمير أو للجهة المختصة، وبعدين الجهة المختصة دي يا إما بتقبل السعر اللي أنت بعرض عامل عليه العرض، يا إما بتطرحه مزاد لزيادة الدخل لدخل الدولة. تمام. إذن دي الجزئية اللي نمشي عليها. الجزئية التانية بقى بالنسبة للشركات اللي تهدد الأمن القومي، محافظة البحيرة بالذات فيها مخالفات في لاسترداد أرض الدولة آلاف، واستغلال الألفاظ كتير جدا، زي بعض الشركات اللي هي يعني يعتبر خطأ إداري من المسؤولين بالنسبة لهيئة التعمير ومن الشهر العقاري ومن المحافظة. زي مثلا ان شهر عقاري حصر ارض مثلا شركة نوباسيد، حصر الارض وطلع جواب لهيئة التعمير قال لها ان الشركة ديت لها مشهر مسجل لحدود معينة، المساحة ديت تتحددت بعشرين الف فدان، حوالين المساحة دي ستين الف فدان، لحد النهاردة المستثمر وغيره بيستولوا عليها وبيبيعوها والفلوس لحسابهم وتحول للخارج، ومفيش استمرار او مفيش قرار حاسم من هيئة التعمير او من وزير الزراعة لو رجع للورق او للجواب ده يفعله. بس يعني احنا عايزين وزير الزراعة يفعل الجواب اللي جايله من شهر العقاري على المساحة دي، يعمل حدود ويطلع لجنة تفصل الحدود دي هتفصل على 60,000 فدان. ده الشركة واحدة اللي هي شركة ده مجرد محافظة. حضرتك بتضرب مثل بشركة واحدة في شركة تانية في محافظة، لا ونفس المحافظة برضو جنب الشركة دي برضو شركة الكروم فيها 11,000 فدان و800 عليها نفس المشكلة برضو تستحق للدولة، وشركة النوبارية للميكنة والهندسة والميكنة 5,000 فدان برضو جنبهم.
تبع مركز ابو المطامير. اذا المفروض دي تتشكل لجنه او تتفعل لجنه تطلع تفصل الحدود دي. تمام. لان بقت العمليه عايمه مفيش تقنين لها وتايهه ما بينك اكتر من وجهه اداريه. وبعدين في نفس الوقت سبب المشكله دي ان في خطا في وزاره الزراعه، تداخل بين وزاره الزراعه وبين الشركه القابضه الشركه القوميه للتشييد والتعمير، ان في سجل تجاري خاص بشركه المفروض انها اتباعت، المفروض الشركه لما تتباع يمتنع طبقا للقانون، القانون 159 لسنه 81 استخدام اسم الشركه. استخدام اسم الشركه بيتسبب في اللبس وطمس الحقيقه بين شركه قطاع عام وشركه قطاع خاص. لحد النهارده السجل التجاري بتاع الشركه القطاع العام مكتوب فيه تابع لوزاره الزراعه، واللي بيستخدمه اجانب وما زال بيستخدم لحد النهارده. طيب يا فندم، ما بتقومش الشركات اللي هي التابعه للحكومه او المؤسسات التابعه للحكومه بتحديد صلاحياتها او تحديد سلطاتها او المساحات المخصصه لها عشان يتم الفصل والكشف ما بين القطاع الخاص والقطاع العام وكشف برضو اشكال التلاعب؟ يعني السؤال بتاع سيادتك ده بيوضح يعني مشكله كبيره جدا. المشكله الكبيره دي بتحتاج ان الموظف او المختص او المحامي اللي ماسك مشكلة معينة بيجي يتنقل من مكانه لمكان تاني، اللي بيجي مكانه ما هوش عارف القضية نفسها بالظبط، فبتوه الحقائق والمستندات نفسها بتوه. اذا بيحصل طمس للحقائق بسبب دي. لذلك يا اما الشخص او المحامي اللي ماسك قضية معينة ما يتغيرش، زي في هيئة التعمير كل ما محامي يمسك قضية غيروه، كل ما يمسك قضية ويمسك فساد يغيروه. لكن اللي علشان نحجم هذا المشكله او التلاعب ده ان احنا ندي صلاحيات اكتر للجنه المهندس محلب، ده بقى نديله صلاحيات اكبر، صلاحيات يعني تاخد شكل قضائي، تاخد شكل يعني سلطه ضبطيه وسلطه قضائيه، تبقى ناجزه باصدار حكم وتحقيق علني، يعني يحصل تحقيق، يعني يبقى من سلطه اللجنه دي انها تجيب الفساد او المتهم الواقعه وتعلنها. تمام. وتحقق علنا عليه وتحققها علنا. هنتكلم يا باشمهندس عن هذا المقترح، لكن ارجع للدكتور علي. مساله اللبس او التداخلات اللي اوضحها الباشمهندس سمير هي بكل تاكيد كان معلومه ربما مسبقا انها هتحدث. من وجهه نظر حضرتك ايه هي اوجه العلاج اللي ممكن تتم لتجنب هذا اللبس، او حتى لا يستطيع مدعي استثمار ان هو يخش تحت مظله التقنين والرجاد؟ يعني كلام مهم جدا. قاعده البيانات، قاعده البيانات، اذا كان عندنا قاعده بيانات وبتستمر قاعده بيانات بشكل جيد وتتاح لدى الجميع وان الشفافيه تبقى واضحه، اعتقد مش هيبقى فيه يعني لبس او تلاعب. صحيح. لكن انا النهارده في غياب ان انا النهارده لما تيجي تعمل انت قاعده معلومات ويجي واحد تاني يشيل قاعده المعلومات ويلغيها ويجي رئيس جديد يشتغل على كانه بدا يبتدي من اول وجديد. السطر ومن اول وجديد، ما يبقاش باين عنده هذه البيانات. فوجود قاعده بيانات ووجود صور فضائيه واضحه او صور شعار عن بعد فضائيه موجوده بالنسبه لاراضي الدوله، موجوده عليها كل التصرفات اللي موجوده والاراضي الزراعيه والاراضي الصحراويه، فاي تغيرات بتتم هذا الكلام كل سنه وانا بحدث هذه البيانات هيبان عندي التغيرات اللي بتتم سنويا، وبالتالي تستطيع الدوله الوصول لاي نقطه في اي مكان في مصر وضعها ايه، وهل هي قانونيه او بالظبط قانونيه لان انا عندي اصل هي الولايات ايه، اول حاجه بتدخل الولايه الاول ارض قوات مسلحه ممنوع حد يجي جنبها، تمام، محدش يقدر يجي جنبها خلاص، بتبقى معروفه المناطق العسكريه ودي اللي بيحددها في الاخر برضك القوات المسلحه، عشان اي تقنين وضع يد لازم ترجع للقوات المسلحه قبل ما تشوف عمليات تقنين او تستخدم اي نشاط. تمام. نمره اتنين، زي ما انا قلت ان عندي ثلاث ولايات، الثلاث ولايات واضحين، تنميه زراعيه وكان لها قوانين، تنميه عمرانيه ولها قوانين، وتنميه سياحيه. فانا لما يبقى كل قواعد البيانات والمركز الوطني لاستخدامات اراضي الدوله الموجود هو المفروض يكون في كل هذه البيانات وكل هذه القواعد البيانات والصور، هذه الصور الفضائيه اللي بيقدر يحدد الانشطه القائمه. تمام. طيب لما انا كل ده بيبقى متسجل قدامي، انا النهارده جيت بعت شركه من شركات الخصخصه، للاسف هو هناك طبعا للاسف في ثغرات في ما هو بالظبط في حته مهمه، التداخل في المفاهيم والتعريفات ما بين ان ده كان خصخصه وان ده اقيمت عليها شركه وان ما هي شوف سيادتك زي ما بتقول ايه، انا النهارده كانت عندي شركه زي شركه النوبارية، المستثمر لما اشترى اسهم شركه النوبارية للبذور،
شركه طيب اسهم شركه النوبريه دي ايه؟ هل شركه النوبريه اللي كانت قائمه مثلا من 30 40 سنه بكل اراضيها، ولا هي الاسهم اللي تساوي 4200 فدان وقت الحصر وقت بيعها زي الشركه؟ يعني القيمه على الدفع المفروض ان هو ده. تمام، الا ان العكس كان صحيح، استغلت الشركة هذا الاسم ان هي عندها اسهم شركة النوبارية، وبالتالي كل اراضي حتى الاقساط اللي كانت بتبيع الشركة القابضة او شركة النوبارية القديمة اللي هي ملك الدولة القطاع العام بتبيع اراضي لسه لا اقساط، بدأت الشركة تحصل اقساط الاراضي القديمة واستمرت في تحصيل هذه الاقساط كمان دون وجه. يعني طبعا دي موضوعات كبيرة، غير المليارات اللي اتقعت يعني. تحت غير الاراضي اللي وضعت هي ايدها عليها باسم شركة النوبارية، هي بتعتبر نفسها ان هي شركة النوبارية. فهي انت النهاردة كمستثمر خدت هذه المساحة ولك ارض ولك ظروف. يعني انا طبعا احنا مش عايزين ندخل في قصة الخلافات، لان برضك بعض الناس بتفسر الكلام ده ان ده تعويق للاستثمار وضد الاستثمار وضد مصالح الاستثمار. لا، مصالح الاستثمار هي ان المستثمر له حقوق عليه ان ياخدها والدولة تساعده وتسهل له كل اجراءاته، وفي نفس الوقت في ضوابط وحقوق للدولة نفسها ان الدولة تحصل على حقوقها ومستحقاتها. فمن هنا هي دي النقطة لازم يحصل فيها نوع من الفصل. فبالتالي ان انا لما يبقى عندي قاعدة بيانات وعندي شركات بتتباع، الشركات دي بتتباع نتيجة اصول حقيقية، لازم الاصول دي تبقى واضحة محددة ومحددة ولا يتم التصرف على في شروط العقد والبيع، فما ببيعش غيرها ولا اتصرف في غيرها. نمرة اتنين، كتير جدا من القصقصة كانت بتتباع بعض الاراضي عشان اصلا تتغير نشاطها. يعني كوكا كولا لما اتباعت عشان الاصول بتاعتها، وبالاخر شركة كوكا كولا باعت الاراضي بتاعتها بمليارات الجنيهات وهي كانت بتتباع بملاليم يعني للاسف يعني. فانا النهارده طب الشركة النهارده اللي بتغير نشاطها، تيجي النهارده شركة زي الغزل والنسيج تاخد الاصول كارض وتبيع الارض وتحتفظ بحاجات بسيطه، فاحنا محتاجين مفهوم جديد في الخصخصه. واعتقد يمكن الدوله في المرحله الحاليه بتتشاب ان خصخصه الاداره وليست خصخصه الممتلكات، ممتلكات نفسها. فالدوله النهارده بتدخل بارتنر او شريك يدخل يدير ويدفع ويضخ استثمارات ويسترد استثماراته زائد جزء من العائد. هي ده الخصخصه، لكن الحصه الحاكمه بتبقى للدوله والاصول يعني بالظبط. يعني هي ان الاصول موجوده، لكن ما انت في نفس الوقت عشان تقيم بالسعر الحالي. يعني انت ما تجيش تقيم لي دفتري بسعر الستينات وبسعر الخمسينات الارض، تاخد ارض النهارده تساوي مليارات ومليارات وتقول لي ده وتبقى خصخصه، حق فده حق الشعب. ده هيخليني ارجع للبشمهندس سمير، حضرتك وضحت او طرحت اقتراح مهم، هو سبق طرحه قبل كده. هل تؤيد او ايه بالظبط وجهه النظر في البعض يرى ان هو تنشا هيئه او جهه مستقله ذات صلاحيات تستطيع ان تقوم بالفصل ولها الضبطيه القضائيه لحق الفصل في مثل هذه القضايا؟ برضو احب توضيح من حضرتك حول هذا المقترح. هي الفكره في تشكيل لجنه يكون لها الصلاحيات القوه، يعني ما تبقاش دورها مصالح بين الهيئات وبعضها او بين المتنازعين، تمام، او بين اللي مستولى على حاجه ان هي بتفاوضوا على حاجه معينه، لان المفاوضات لازم تكون بين الدين والند. بالنسبه للحكومه المفروض الحكومه مش ند، الحكومه هي حق الجميع، صح. المالك. المالك الاصلي. اذا هي ممكن تفصل نزاع بين جهتين، لكن الحق النهائي للدوله، الحق النهائي للدوله ده مش هياخد قوته الا لما تكون في لجنه لها كامل الصلاحيات من التحري انها تروح تفتح اوراق وتروح تشوف مستندات وتطلع، لكن ما تبعتش جواب تستفسر عن معلومه وهي قاعده مكانها. دي مش هتحقق نتيجه، لان برضو جواب رايح وجواب جاي مش هتظهر النتيجه. لكن لما تعمل بقوه زي الرقابه الاداريه لما بتمسك ورق وتفتش عليه، دي لها الصلاحيه دي. وبعدين تحقيقات ان هو يجيب الشخص ويحقق معاه مباشر، ما يبعدش الواحد يحقق معاه، هو اللي ويفصل بقى في التدخلات ويفصل ويكون في اللجنه دي جهات قضائيه او مستشارين، يحصل حكم قضائي فوري. تمام، حكم قضائي فوري يحدد المواقف دي. ليه؟ لان سيادتك قلت ان الموقف دلوقتي فيه خطوره على الامن القومي. صحيح. خطوره على الامن القومي زي شركه نوباسيد اللي احنا بنقول عليها. في جلسه يوم اللي جاي ده 10/10، الجلسة ديت المستثمر بيطالب بتسجيل 20,000 فدان، ده موضوع يخص الأمن القومي. بالظبط، ده القانون بيمنح تملك الأجانب. بسبب عدم الفصل في المستندات وعدم المحاسبة وعدم تتبع الأخطاء وكلمة التسوية والخوف من كلمة مستثمر، هتوصلنا إن واحد مستثمر باستخدام مستندات ممنوعة ومخالفة للقانون المصري إن هو يسجل 20,000 فدان
بدون مستند بدون وجه حق، اذا دي مخالفه القانون. مين المسؤول عن ان يوصل المستثمر ان هو يعني يعمل قضيه في المحكمه بهذا الشكل؟ اذا مخالفه مستندات خطا اتبنى عليه خطا اخر اتبنى عليه خطا تاني، اذا لازم تكون في لجنه حاسمه للتحقيق في هذا الموضوع في هذا الأمر. والفصل مش انها تغلط لا بس لا لا. إيه وتاخد موقف ليه يا باشمهندس؟ ليه الجهات المؤسسيه الرسميه ما تقومش برفع زي مثلا تقارير او ما شابه بانها تحدد موقف هذا المستثمر، تحدد فتره التعامل معاه، تحدد طبيعه التعاقد اللي كان معاه اللي عشان يعني نفصل لان في دخل ما بين الجهات الاداريه للاسف والشقوق القانونيه اللي بيوظفها المتلاعب عشان يستولى على اراضي الدوله وياخد حكم. سؤال سيادتك ده يعني جميل جدا لانه بيوضح الاخطاء في المنظومه الاداريه عندنا في الدوله. المنظومه الاداريه في الجزئيه ديت فيها سلبيات كتيرة جدا، ان في شخص معين واحنا يعني يمكن احنا بنضرب مثل يعني هي بتصادف بس ان مثلا لا هو هناك امثلة متعددة لكن هو مثل ان احنا بنضرب بشركة النوبارية شركة النوبارية ديت لان جهات التحقيق مسميها القضية الانشطارية لتعدد المخالفات فيها يعني بسبب ايه؟ في مثلا محامي زي القضية ديت كان محامي شاب ماسك القضية دي وبيبحث فيها وحقق فيها نتائج كويسة هي وبعض القضايا الأخرى الخاصة بهيئة التعمير اسمه سلطان رحومة. مجرد ما بيبدأ يحقق الموضوع لما نقلوه مكان تاني جه واحد مكان الجديد ما هوش عارف معلومة صحيح، فلذلك اختلاف المسؤول اللي ماسك قضية وهو يتنقل أو يترقى يعني مش لازم بعد مش قاب سواء يتنقل أو أو يترقى بيحصل ان الجديد ما عندوش معلومة علشان يقعد يبحث الاوراق اللي هي خلال سنين طويلة مع زميله وبدون سند وما عندوش مستند صحيح. التاني يمكن عنده مستند وبيسأل هنا وبيسأل هنا فبيحصل فيه ثغرات في الجزئية دي. لذلك يعني انا برى ان اللي ماسك قضية معينة لو حتى اتنقل او طلع معاش او اترقى لما تيجي جزئية تحقيق في القضية اللي هو ماسكها يستدعى نفس الشخص تمام يستدعى نفس الشخص علشان يبقى فيه استمرارية للمعلومة او للوفاء او غيره يعني استمرارية استمرارية يعني للمعلومة لذلك لما بيجي يحصل واحد بيدور على انه يرد على جوابه بس يعني اكبر خطأ سيادتك يعني بتنبه عليه بسبب عدم المعلومة ديت في صدر قرار مجلس وزراء بالتصالح او التسوية مع المستثمر المفروض ان كان في لجنه تحفظ المفروض هي الممثله في التسويه او التصالح اللجنه اتحلت قبل التسويه مش موجوده اتحلت لا يعني الوزير حلها قبل التسويه فبالتالي ما بقاش فيه معلومه لما جاء رئيس الهيئه الجديد ما عندوش فكره عن المعلومه عمل تسويه ما حققش فيها قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء في اول شرط فيه تصحيح مستندات المستثمر طبقا للقانون المصري ما تنفذتش بسبب ايه؟ ان المعلومة منقوصة بسبب ايه؟ ان المعلومة مش كاملة زي ما سيادتك بتقول في ثغرات في النواحي الادارية ان واحد بيرد على جوابه بس بالضبط حتة ان واحد بيرد على جوابه بس ديت بتدي معلومة منقوصة فبتسبب في طمس الحقائق وممكن الدولة تتورط تمام. في أحكام تصدر قصادها بالجزية والموضوع متسع الحقيقة الجوانب لكن في أقل من دقيقة المفروض وقت البرنامج انتهى يعني دكتور علي بيعمل المستثمر تلاعب ان هو يترك يبيع للمواطنين ويتركهم يصطدم بالحكومة يعني للأسف مدتنا أقل من دقيقة كيف ترى الحل يعني أنا برى الحل ان ما فيش أي حاجة الدولة هي السلطة اللي تبيع أرض ولابد ان الدولة ترجع تاني تعيد بيع الأراضي يعني الدولة تبقى هي بتنشر وقاعدة المعلومات اللي موجودة لديها ان هي اللي بتبيع اراضي انا النهاردة المستثمر بياخد ارض مش بيحاول يبيع اراضي خلينا نبقى واضحين انت جاي تاخد ارض تستثمرها تزرعها مش عشان تبيع تمام. انت واخد ارض مباني عشان تعمل ايه تقسم ده موضوع تاني فالدولة تبقى هي اللي مديك ارض مباني هي عارفة ان انت هتبيع يبقى الامور كده واضحة لكن انا باخدش ارض زراعية واقسمها وابيعها للمواطنين فده عايزين نحظر هذا يبقى في حظر في هذا الشيء فبالتالي ما يستفيدش حاجتين في وقتها تمام في طلب اخير بعد اتفضل يا فندم اتفضل هو انا يعني مع يعني تعليقي على الجزئيه ديت في خصوص التنميه بالذات انا يمكن بطالب السيد رئيس الجمهوريه والسيد وزير الزراعه بان نعيد عمل وتفعيل الشركات الزراعيه لان هيئه التعمير اصلا تكوينها
لاستصلاح الأراضي والتوسع الأفقي، علشان ما فيش عمر ما مصر هتتقدم إلا بالتوسع الأفقي في الزراعة. تمام، فده آخر طلب أنا في نهاية حلقة اليوم. من الحقيقة طبعا الموضوع متعدد زي ما قلنا، ويحتاج أكتر من حلقة للطرح، ولكن بنتمنى بإذن الله اتخاذ كافة الإجراءات اللي من شأنها استعادة حقوق الدولة وسلطتها وهيبتها. في نهاية حلقة اليوم بشكر الدكتور علي إسماعيل رئيس هيئة التعمير الأسبق، شكرا جدا. أنا اللي بشكرك دكتور. وبشكر أيضا المهندس سمير عمر عضو لجنة التحكيم بلجان الطعون بوزارة المالية، شكرا لحضرتك جدا يا باشمهندس، شرفتونا. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم برنامج أوراق اقتصادية، وإلى اللقاء الأسبوع القادم وأوراق اقتصادية جديدة. شكرا على حسن المتابعة.